ازيكم عاملين ايه؟ انا سما وانا السيف. يا جماعه النهارده احنا هنعمل لكم جوله. يا جماعه احنا هنعمل لكم العفشه ونشتري ملابس. فكنت عايز اقول لكم يا ريت تشتركوا في القناه احلى متابعين في الدنيا، وتفعلوا زر الجرس واللايك اهم حاجه يا جماعه يا احلى متابعين في الدنيا. فانا ما رضيتش اتكتر عليكم في الكلام، فيلا بينا علشان نجيب الملابس. انا هجيب البدله دي يا جماعه، عجباني حلو قوي صح. لو عجبتكم تشيروا لايك. وانا هجيب فستان لونه وردي، بس يا رب الاقي. اخيرا لقيت، لسه بقول فستان لونه وردي. وهجيب كمان ده يا جماعه، ده حلو قوي دوت، انه اسود كده ومخطط اهو. وهجيب كمان ده، ده حلو يا جماعه، شكله شيك كده. ايه يا جماعه دي بتخش بشتري؟ اصبر. طيب لا 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 لا، مش عايزه اجيب ده، مش كل شويه هجيب بدله، مش هلاقي طعمي كده الاقي. يلا بقى. واو ده حلو قوي يا جماعه ده. وبالنسبه ليك بقى انت هتجيب ايه؟ هو كله بدله؟ بدله فيها ايه؟ في دم فوق، خلي بالكم. بص الطقم ده روعه، في دم فوق. انا عارفاه، كان عندي يا جماعه وانا صغيره، بس في منه كبير، كنا بنروح نشتري من المحل ده على طول. وانا هجيب دوت، ولا اقول لك لا، شكله تخين قوي يعني، مش هيجي على. وانا هجيب ده. اخيرا لقيت حاجه كده غير البدله، فيلا بينا نروح يا جماعه. يلا بينا هنشوفكوا في فيديو العفش. دلوقتي يا جماعه احنا وصلنا زي ما انتوا شايفين، الشقه فاضيه، فاحنا هنعمل العفش ده كله قدامكم يا جماعه. يعني مش هوقف الفيديو بعدها اقول انا هعمله، احنا هنعمله قدامكم كله، مش هنوقف الفيديو. تمام. اول حاجه هنعمل اوضتي انا وسيف. بصوا هنعمل الاوضه في الحته الواسعه اللي في النص دي، ايوه هي ديت. فده سريرين لازقين في بعض، اهو واحد من فوق وواحد من تحت. وهنجيب اللي هو دوت، مش عارفه ينفع ولا لا، بس انه بنشوف. وكمان يا جماعه هنجيب الدولاب، جبنا الدولاب فهنحط هنا. بص يا جماعه تحسوا اللي هو مش حلو، هنحط حاجه تانية، هنحط دوت نحط فيه الكتب والالعاب وكده. تمام. ف احنا يا جماعه هنعمل الدرج دوت الصغير هنحط هنا. وكمان يا جماعه هنعمل المطبخ ولا الثلاجه؟ المطبخ، هنبدا بالمطبخ ولا ايه؟ بصوا تعالوا نحط ترابيزه هنا علشان يوبا يتخدوا عليها. تمام. وهنحط الكرسيين، الكرسي بتاعي والكرسي بتاع سيف. دلوقتي زي ما انتوا شايفين احنا كده حطيناه. فهندخل على المطبخ يا جماعه. بصوا هقول لكم نبدا بالصاله ولا بالمطبخ، انا مش عارفه، بس خلينا نبدا بالصاله. هو نحط اللي هي الكراسي الصغيره ديت، استنوا بس هنظبطها. الكنبه، وهنجيب ياما من دول فهنلفها حولها دايره، وهنحط دي هنا. وحطينا الترابيزه كمان يا جماعه، شكلها حلو. تمام. زي ما احنا عملنا الاوضه والصاله، هندخل على المطبخ ولا الحمام؟ بصوا هندخل على المطبخ. بس لو عجبكم المطبخ والاوض ما تنسوش تشتركوا في القناه، اهم حاجه دي عندنا يا جماعه. هنحط التلاجة، وحطينا الرخامه والفرن، مش عارفه ازاي الفرن لازق فيها. دلوقتي ايه رايكم نحط الترابيزه في المطبخ؟ احلى يا جماعه، يعني يجيبوا الاكل مش لازم يمشوا، يعني هيحطوها على طول على الترابيزه. تمام. زي ما احنا حطيناها كده هنحطها تحت شويه. فبقى هندخل على الحمام يا جماعه. هنحط التواليت يا جماعه، ونحط اللي احنا بنستحمى فيه هنحطها هنا في الجنب.
فهنجيب الشامبو يا جماعه اللي هما بيستحموا فيه، يعني اكيد يعني هنجيب شامبو عشان لما نستحمى بيه، يعني هنستحمى كده من كل شامبو. تمام. فهنجيب الجاروف والفرشه بتاعته اهيت، تمام كده. فهنجيب الحوض بتاع الحمام، تمام. فهنحط مرايه فوقيها. وبعدها يا جماعه احنا بقى جات لي فكره حلوه قوي قوي قوي، احنا هنجيب رف ونحط تحتيها ونحط الشامبو تحتيها. حلو قوي الفكره دي، حلو صدقوا. اهي الرف اهو جبته، هنحطه هنا تحتيها بس نحاول نظبطه شويه. فهنحط الشامبو هنا، بصوا بقى. وبعديها دلوقتي في رف تاني دخل تحت الثلاجة، فاحنا هنجيبه. بصوا يا جماعة لو عايزين تمسحوا بس اقول لكم تجيبوها كده في الجنب وتمسحوها. فهنجيب رف في المطبخ نبقى نحط فيه الاكل والحاجات مثلا والكاتشب. تمام. فاحنا بقى يا جماعة هنرص الهدوم معاكو، فيلا بينا. وبعدها ندخل على المطبخ ونحط الاكل وكده، او نحط الالعاب يا جماعة على الرف دوت. هنحط دي بس فوق، تمام. ودوت اول واحد بتاعي ده اللي هنام بيه، ودوت ممكن اروح بيه افراح مثلا، ودوت برضو شيك، وده فستان مخطط. ودلوقتي في اخر طقم اهو البينك اللي عاجبني، فبقى احط هدومك انت يا سيف. حاضر احطها طبعا، يعني مش هحطها. ودوت عاجبني يا جماعه اللي هو عليه ولد بيضحك، فحط هدومي انا تحت. والله كنت عايزه اعلق هدومي بدل ما انا مطبقه كده، احط هنا على الحظ بقى يا جماعه. احط ده هنا جنبيه، فبقى هنحط دول هنا على جنب يا جماعه، تمام. فهنعمل بقى الالعاب، هنحطها هنا. هنجيبين لعبه اللي هي شجره، وهنجيب كتب عشان لما نذاكر فيها اكيد يعني، تمام. فهنجيب كمان اللي هي العربيه، وهنجيب الكوره عشان لو بيلعب بيها سيف طبعا، يعني كل الاولاد بتحب الكور. بصوا يا جماعه ايه رايكم نحط العربيه فوق، تمام. فهنجيب الفازة ديت هنحطها هنا، هنجرب بس نحط فيها الوردة. لسه منزلة اللعبة الصراحة، لما نشوف بقى اللي هتدخل هنا ولا لا. مش عارفة يا جماعة، انا جاية اشيل الفازة لقيت الوردة هي اللي اتشالت، يعني مش عارفة اعمل ايه الصراحة. بس والله لا يبقى ما فهمش. بصوا هنحط دي هنا، شكلها حلو صح، تمام. فدلوقتي دي شكل الاوضة يا جماعة، ايوه كده يا جماعة شايفين بقى شكلها بقت حلو ازاي. فهندخل بقى على المطبخ يا جماعة، نحط المواعين وكده يعني، ونحط الاكل. فاحنا هنحط الاكل في التلاجة، هنجيب طماطم ماشي، اهي الطماطم اهي، انا جبت اتنين بس عشان هما اتنين طبعا يعني انا وسيف. وهنجيب خيار خيارتين، تمام. وكمان هنجيب اللي هو مش عارفه اسمه ايه بس مش مهم، تمام. فهنجيب البيض ونحطه فوق البيض. وكمان يا جماعه هنجيب الفرخه، وكمان هجيب اللحمه، وهنجيب السمك نحطه في التلاجة، وكمان هنجيب اللي هي المكرونة. هما اتنين بس، تمام كده. حطيت اتنين من المكرونة، فبقى هنحط هنا اللي هو الرز. دلوقتي كده احنا حطينا الرز يا جماعة، هنحط برضو واحد كمان لسيف. وكمان هنجيب كورن فليكس هنحط هنا في الرف. وهنجيب ايه تاني يا ترى؟
ماشي، احنا جينا الزق، وكمان هجيب اللي هو العيش المدور دوت. جبنا 2، وهنجيب كمان الجبنة. شنو بنعمل لنا سندوتش الجبنة؟ تمام. وكمان هنجيب الكاتشب عشان بنحطها على المكرونة اللي احنا بنعملها، اللي احنا جايبين مكرونة ليه يا جماعة. وكمان هنجيب بقى الطبق، هنجيب الطازة، وكمان هنجيب طبقين، واحد ليا وواحد لسيف. وكمان هنجيب الحلة اللي احنا بنغلي فيها مية او بنغلي فيها مكرونة عادي، ونجيب كوباية، ونجيب كوبايتين من اللي هما الازاز، مش عارفة. يلا دلوقتي احنا حطيناهم اهو، حطينا كوبايتين، ودلوقتي هنشوف ناقص ايه. بس يا جماعة ما ناقصش حاجة، هنقفل بقى التلاجة وال الدرج اللي هو فيه الحاجات الطبق. فيا جماعة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس يا جماعة، واحنا بنحبكم جدا 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 يا احلى متابعين في الدنيا. دلوقتي يا جماعة احنا هنعمل لكم هنعمل سندوتشات جبنة وعيش ليا وعيش لسيف. هنعمل لنا بقى السندوتشات جبنة، يعني عشان احنا يعني لسه جايين من بره، كنا بنشتري الملابس وكنا بقى بنعمل الشقة، فاكيد يعني هناكل. بس انا بحبكم جدا جدا. دلوقتي احنا اكلنا كده خلاص الحمد لله. فيا جماعة انا بحبكم جدا جدا. بصوا بقى احنا بقى هنوريكم اللبس ونقيسه. دلوقتي ده اول واحد يا جماعة، لو عجبكم تدوسوا لايك. دور سيف، يلا يا سيف. وانا بقى هلبس ايه هو انت بحسبها البدل بتاعتي هي دي. لو عجبتكم انسوش برضو اللايك، تمام. ودوري بقى انا سما يا جماعة، هقيس الفستان الوردي دوت اهو. لو عجبكم يا جماعة منسوش تحطوا اللايك يا جماعة، انا كل شوية بقول لكم كده الصراحة. دلوقتي ده دوري يا جماعة، حلو دوت يا جماعه ولا لا؟ بكتبوا لنا في الكومنتات سيف احلى ولا سما، حاجات سيف احلى ولا حاجات سما. اكيد يعني هيقول على حاجاتي انا احلى، لا انا يا ماما، انا